أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة السيد سامي غنام. بداية سعد مساك. سعد مساك كلك صوت. طبعا في البداية حضرتك صاحب الشركة الأمريكية للرخام وبالتحديد في عمان. نعم. في البداية أستاذ سامح تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. حياكم الله أول شيء وأهلا وسهلا بكم. سامح غنام، أنا دراستي كانت علوم مالية ومصرفية، اشتغلت في نظام البنوك في البداية، وبعد فترة من الزمن اضطريت أترك البنوك وتوجهت لوظيفة في مجال الرخام الصناعي. نعم. في شركة كانت معروفة جدا في الأردن. نعم. وبالبداية ما كنت متشجع، يعني الغريب في الموضوع أني أنا ما كنت حاب المجال، حاب أرجع لنظام تاني، يعني وظيفة في مجال البنوك وغيره، ولكن مع مرور الأيام حسيت أنه شيء جميل الشغل في هذه المادة، لأنها فليكسبل ومادة يعني بتعطيك في مجال الديكور شيء جميل جدا. فيوم عن يوم حبيتها وحبيت المجال هذا، وبعد فترة 6 سنين من وظيفتي اتجهت نحو أني أفتح مصلحتي الخاصة، والحمد لله صلنا تقريبا 7-8 سنين في هذا المجال، والحمد لله متميزين جدا. نعم بالتوفيق. بس تحكي لي شوي أكثر عن الشركة الأمريكية للرخام. أنتوا أصلا شو هي طبيعة عملكم وشو الخدمات اللي أنتوا عم بتقدموها عندكم؟ نعم، أول إشي الرخام الصناعي، خلينا نعرف من اسمه مبين أنه رخام مصنع تصنيع. نعم. بيختلف عن الجرانيت الطبيعي. الجرانيت الطبيعي هو بتوفر الطبيعة، يعني بيخرج عن طريق الصخر، عن طريق البحث عنها في الطبيعة. نعم. وبيطلع حجر وبتم العمل عليها. الرخام الصناعي يعني احنا اللي بنشتغل فيه بيختلف عن الجرانيت، بانه الجرانيت بيطلع عن طريق الطبيعه، بتوفر لنا اياه الطبيعه عن طريق البحث عنها في الجبال وغيره. الرخام الصناعي هو عباره عن خليط مواد كيميائيه يتم خلطها بطريقه معينه تتحول من الماده السائله الى الماده الصلبه. الجميل والمميز في الرخام الصناعي انه بتشكل اي تصميم هندسي بيفرضه علينا المهندس او بيكون مقترحه، فبالتالي هي مادة فلكسبل مرنة تعطينا خيارات كتير من تدخل في الديكور. نعم. بس تحكي لي أكتر، إيش أكتر شغلة بتميز الرخام الصناعي عن الرخام الطبيعي؟ خلينا نحكي بشكل عام المميزات هون والمميزات هون والفروقات بشكل عام. هسا الجرانيت الطبيعي زي ما حكينا بيطلع من خلال الطبيعة، فمفروض علينا ألوانه، يعني إحنا ما بنقدر نتحكم باللون، هو ربنا بيخلقها في الجبال وبتتوفر للبشر. أما الرخام الصناعي هو خليط وألوان، فأنا بقدر أحقق أي لون أنا بسعى له. هذا أول فرق واضح. الفرق الثاني وممكن تكون ميزة، وأكيد هي ميزة في الرخام الصناعي مش متوفرة في الجرانيت، الرخام الصناعي ما بيظهر فيه فواصل، يعني إحنا لما نجمع قطعتين ببعض ما بيطلع عندك الفاصل اللي بيبين إنه هاي القطعة مجموعة. أما في حالة كانت الجرانيت الطبيعي، الجرانيت الطبيعي معروف إنه لما تجمع قطعتين ببعض بيظل موجود الفاصل بينهم، زي ما بنشوف مطابخنا، المطابخ المتعارف عليها فيها الجرانيت الطبيعي الفواصل بين القطعة والقطعة مبينة، في الكوريان ما بيبين نهائي. وهذا يعني أكثر ميزات بتختلف عن بعض. مثلا الكوريان او الرخام الصناعي اللي احنا بنشتغل فيه هو بتقدر تلفه وتسوي منه دورانات معينه لانها ماده فليكسبل ومرنه. اما الجرانيت هو صعب لفه لانه هي ماده صلبه وشديده الصلابه. نعم. بس نحكي شوي عن المؤثرات او العوامل الطبيعيه، كيف بتاثر على الرخام الصناعي وعلى الرخام الطبيعي؟ هلا ممكن يكون الرخام الطبيعي تقدر تركبه اوت دور او خارج، يعني تحت العوامل الطبيعيه اكثر، انه بيتحمل اكثر درجات حراره. اما الرخام الصناعي هو داخلي اكثر، يعني في البيوت، اوجه مطابخ، طاولات، مغاسل، كاونترات استقبال في الشركات وهكذا. نعم. ما هي رؤيتك المستقبليه؟ انت شو حابب تعمل لقدام؟ هلا انا في كثير افكار عندنا، ولكن يعني بحاجه لتفكير اعلى. يعني أنا بحاول أتخصص هلا بكل الأوجه اللي موجودة. هلا إحنا المادة اللي بنشتغل فيها هي تعتبر من الأوجه الصلبة. الأوجه الصلبة هي مش عبارة بس عن الرخام الصناعي المتعارف عليه باسم الكوريان، في كوارتز، في جرانيت. ممكن أنا لقدام شوي أخلي كل عناصر الأوجه الصلبة من ضمن خياراتنا في عملنا، في كتير خيارات يعني. نعم. تحكي لي شوي عن أهم المشاكل والمعوقات اللي أنت عم بتواجهها بهذا المجال.
يعني هي بعض الشغلات اللي بتصير مع بعض الزباين اللي خصوصا اللي ما بيعرفوا مادتنا بشكل واضح. هلا في ناس ما بتعتقد انه الرخام الصناعي شيء سيء انه ينحط في بيوتهم او في المناطق العمل تبعتهم في كاونترات الاستقبال او المغاسل او المطابخ، على العكس تماما. اذا احسنوا اختيار البراند الجيد والبراند اللي بيكون على مستوى عالي من الكواليتي، لانه الرخام الصناعي مش كله يندرج تحت عنوان واحد او براند واحد، هي براندات. زي ما في البراند المميز في البراند السيء. فلما يكون الرخام الصناعي من البراندات المميزة والكواليتي العالي فهي تضاهي الجرانيت. فأنا بطلب من الناس يعني ما يحكموا على الرخام الصناعي قبل ما يجربوه في براند محترم زي البراند اللي مشتغل فيه اسمه هانكس هونداي. نعم. بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصلت لها المرحلة اللي أنت فيها حاليا، فأنت لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ بصراحة والدتي الله يرحمها، يعني لها فضل كبير علي في إنها وصلتني لهون، لأنه في مرحلة من مراحل عمري أنا كنت أعتقد إنه طريقي مسدود. يعني كنت أعتقد إنه أنا ما رح أكون الإنسان اللي ممكن أهله يفخروا فيه في يوم من الأيام، وعلى العكس تماما. يعني هي كانت مصرة إنه أنا ممكن يصدر مني شيء. يعني أنا تأثرت، معلش لا تأخذوني، ولكن والدتي لما بذكرها هي تارك أثر كبير عندي. فهي حطتنا على أول الطريق بإصرارها إنه ممكن أبني حالي وأوصل لطريق إنه يفخروا فيه في يوم من الأيام. والحمد لله شافت بدايات نجاحي، وهي توفت في كورونا ب 2020، فالحمد لله. وأخوي سمير، يعني أخوي سمير كان من الداعمين وكان يعطيني حافز عالي. يعني أخوي سمير غنام أعطاني حافز كبير إنه أنا أواصل، ولولا دعمه بصراحة كان ممكن أتراجع بمراحل صعبة كتير. نعم. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع الشركة الأمريكية للرخام الصناعي؟ تحكي لي أكثر عن موقعكم بعمان، أصلاً شو هي طرق التواصل معكم؟ إحنا موقعنا في أبو علندة عن جسر المستندة، بيقدروا يتواصلوا معي عن طريق على طريق الرقم الموبايل 079-290-3453. هذا الرقم الشخصي تبعي، بيقدروا يتواصلوا معي لأي شيء، وإحنا جاهزين بخدمتهم وجاهزين بمساعدة أي حدا كمان. شكرا لك. نوقف معنا. الله يسعدك. كلك سوا. في نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، ونشكر السيد سامي خنام على حسن استضافته لنا، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا. نورت ساستنا. شرفتينا. الله يسعدك. كلك سوا. شكرا.